عافية لإحداد الهيئات الشعبية. اليوم صحيح أن تكون الهيئات ذات سواء الهيئة المكلفة بهيئة المسار وتكتؤم الفرص ومقاربة المالية الشرط برئاستها أو هيئة قادة الشباب أو هيئة الاقتصاد. المفروض اليوم أن نعمل على تفعيل هذه الهيئات التشريعية. تفعيل الاقتصاد الدستوري هو من خلال أن يقع تفعيل هذه الهيئات الثلاث، وهي مسؤولية مشتركة. مسؤوليتنا نحن كمجلس الجرة بأن نمدكم بالوسائل الاشتراك باش تحاولوا توصلوا للأفكار ديالكم والمهام ديالكم وتقوموا بها على أحسن وجه. وكذلك باش تشتركوا مع المواطنات والمواطنين، لكن بدوركم كذلك خاص تمكنونا من يعني من تقارير اللي غادي تنمو تفيد العمل ديال المجلس، وكذلك غادي تفيد المواطنات والمواطنين، وخاصنا نقدموا تقارير بهذا الشأن كما قلت. وغادي ندخلوا في نطاق التمثيلية، غادي ندخلوا في نطاق التمثيلية في كل جهود على حدة. وفي الآخر لأن كل أنا أتمنى لكل الأعضاء والأعضاء هذه الهيئات الثلاث التوفيق والنجاح ومسيرة موفقة. وعلى فكرة ماشي غير الهيئة يعني هيئة السابقة اللي جات اللي عقد مجموعة من الصعوبات، فتقريبا الجهات كلها عقدت هذا المشكل ديال تفعيل هذه الهيئات، وكنتمنى الجميع أننا نكونوا يد واحدة باش نشتغلوا، ولا وحنايا في أي حاجة راه مانقدرش ندخلوا عليكم. وشكرا لكم. اليوم بالحضور اليوم الذي خصصت منها طلبة القنيطرة لتفعيل وإحداث هذه الهيئات الاستشارية الثلاث، هيئة المنصفة لتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وهيئة قضايا الشباب، ثم هيئة قضايا الاقتصاد. سعيدة بأنني كنساهم في تفعيل هذا المقتضى الدستوري لإحداث الآلية التشاورية والتشاركية. من جهتنا كجهة رياضة القنيطرة كنرحبوا بجميع الهيئات الجمعيات المجتمع المدني، واللي كنقولوا بان من جهتنا خصنا نوفروا لهم الاليات للعمل باش يساهموا ويطوروا المهام ديالهم، وفي نفس الوقت هاد الجمعيات خاصها هي تكون الدور ديالها المانوط اللي من خلال تقديم تقارير في كل واحد في القضايا اللي كيشتغل عليها في اي هيئه كينتمي ليها. صحيح لقت مجموعه من الهيئات الاستشاريه في الفتره الانتدابيه السابقه مجموعه من التعثرات. اتمنى بان الفتره هذه الانتدابيه تكون اكثر نجاعه من الفتره السابقه، وصراحه ماشي غير هيئه الرباط، جهه الرباط صلاه القنيطره، من الجهات كلها اللي لقت هذه الصعوبات. اتمنى النجاح ومسيره موفقه لجميع الاعضاء لكل الهيئات الاستشاريه، ولا احتاجنا في اي حاجه نحن نراهن الاشاره ومغنفوش على ذلك.